كركوف. في الموسم اللي قبله محاولة جول جول فريق العالمي فريق اس ميلان. هذه الكرة العميقة على طول, فرصة تعادل, فرصة تعادل, فرصة تعادل. محمد غلام بالكعب, ايضا سيرجيو ريكاردو. اذا ثقة موجودة عند لاعبين هذا السد عن طريق محمد غلام. محمد غلام تسجل جول, والله من احلى الهدف. 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 الهدف